السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة فيلالي. اليوم غنعطيكم واحد الحليوة اللي كتجي لذيذة بزاف، كتذوب في فم الشيشة بدون بيض، يعني كنصحكم باش تجربوها لأنها هائلة جدا، وطبعا سهلة وسريعة في التحضير ومكوناتها جد بسيطة. فابقوا معايا نشوفوا اش كنحتاجو فيها. طبعا المارغرين او لا الزبده على حسب الرغبه، هنا عندي 250 غرام. تستعملوا اي نوع كتفضلوا، يعني حيوانيه او نباتيه على حسب الرغبه. 3 ملاعق كبيره ديال السكر بودره او السكر صقيل، يعني اللي هو السكر كلاسي، مع نصف كاس ديال النشا دقيق الذره، تقريبا واحد 50 حتى 60 غرام حتى 100 غرام على حسب الرغبه. هو غير كنضيفوه باش كيهشش الحلوه اللي كنبغيوها تكون هشيشه بزاف، كنضيفوا ليها النشا. كيس من الخميرات الحلويه 8 غرام، كيس من الفانيلا 7.5 غرام، 5 ديال القطع ديال الجبن المثلث اي نوع كتفضلوه، مع دقيق تقريبا واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، يعني نوعيه جيده. اول حاجه غنحضروا السيرو اللي هو طبعا معروف وسهل التحضير ديالو، ممكن تستعملوه في عوض ديالو المربى. كنوضع كاس ونص ديال السكر، يعني كاس العنبه، او ممكن تستعملوا اي كاس تعبروا به نفس المكونات. القياس غادي يكون طبعا ماء كاس ونصف ديال الماء. كندير واحد الكميه كتكون زايده على الحاجه ديالنا هي باش كنخليو الحلوه كتشرب فيه بشكل جيد، حيت كتكون سخونه. عندنا 2 ملاعق اخرى ديال الحامض اللي كنضيفوها، وكنردو الكل على النار معتدله تقريبا 30 دقيقه حتى كتغلي بشكل جيد، وكنشوفوا ان داك الخليط عقد وكنخليه يبرد على خاطر داكشي علاش كنوجدوه هو الاول. والعجين فهو طبعا سهل في التحضير كجميع الحلويات. كنوضعوا اولا المارغرين، كنوضعوا معها 3 ملاعق ديال السكر، ثم قطع ديال الجبن المثلث 5 أو 6 على حسب الرغبه اللي بغيتو توفر عندكم ديروه، ممكن الا توفر عندكم غير 4 ديروها، مهم من الاحسن يكون بين 5 أو 6. يعني هاد الجبن كيعطيه مذاق زوين بزاف وكيغنينا على البيض، يعني كيحاول انه كيجمع لنا العجين. ما كنحتاجوش نضيفو البيض وما غنضيفوش حتى الملح، لان كاينه واحد النسبه ديال الملوحه في الجبن. غنضيف غير كيس ديال الفانيلا، ثم غادي نخدمهم بشكل جيد حتى كنشوفهم اندمجوا مع بعضهم، يعني ما كيبقاوش القطع ديال الجبن باينه، يعني كيكون نخلط بشكل جيد. عاد كنضيفوا الخميره الكيماويه، ثم النشا، ثم الدقيق، يعني شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين هي كتجمع. بالنسبه للدقيق فهو 400 غرام تقريبا اللي عبره انا، يعني ونستغل مناسبه بالنسبه للاخوات اللي كتلموني ندير التحضيرات ديال العيد، التوابل، يعني بزاف المواضيع بالنسبه لهذا الخصوص. وكاين مواضيع اخرى اللي كيطلبوني نتحدث فيها ونكمل فيها، بحال تدبير مصروف البيت، تنظيم البيت، وبزاف بزاف المواضيع اللي كيطلبوا مني الاخوات نتحدث فيها. بالنسبه كفيديو نديرو ما كنعرفش بالضبط شنو باغيين وشنو المشكل اللي كاين وشنو باغيين يعني تعرفوا، لذا كنقترح لكم اننا نديرو اللايف ماشي هنا في اليوتيوب، لان اولا ندير فيديوهات كيكون طويله وكيصعب انني نحملها في اليوتيوب. لذا غادي تريشارجيو عندكم ابليكاسيون سميتها لوبس لايف، يعني ابليكاسيون اللي زوينه بزاف وكيكون اللايف فيها ساهل، وكتكون حتى يعني الحوار كيكون اسئله اجوبه، يعني كنتعرفوا اكثر وكنديو نجيبوا في الهضره من الاحسن من الاحسن باش كنطرح المواضيع وكيكون الاجابه عليها اسهل. لذا تقترحوا مواضيع اللي بغيتو، خصوصا دابا حنا مقبلين على عيد الاضحى، يكون هذاك هو الموضوع كيفاش كنحضروا له، كيفاش نوجدوه من قبل باش كنسهلوا علينا الخدمه، ونحدوا واحد الموعد اللي يكون كلنا تقريبا يعني الاغلبيه مجموعين فيه ونتلاقاو ان شاء الله. نحط لكم الرابط ديال يعني الابليكاسيون وكيف وفين تلقاوني الا كنتم متفقين. فطبعا تخليوا لي تعليقاتكم في هذا الموضوع، ما اتفقتوش معايا فطبعا ما غاديش نديروه. غنستمر كنجمع في العجين بهذا الشكل هذا بلا ما ندلكها، طبعا نضيف الدقيق شويه بشويه، ما نكثروش الدقيق، دائما الحلويات ديالنا ما نقصحوش، وفي طبيعه الحال ما نديروهاش عاوتاني لينه اكثر من القياس. كما كتلاحظوا معايا خليت تقريبا واحد 50 غرام تقريبا اولا غير 40 غرام اللي كتبقى ليا من الدقيق. صافي كنحس بها بدات كتشكل، صافي كنحبس. نشكلوا كرات تكون متساويه
نقص بهذا العجين، فانا نقسمها تقريبا على 56 قطعه، يعني 56 كره، كندلوها الكرات بحال هكا باش كنسهلوا علينا، وكنديروهم تقريبا مقادين في الحجم. غنستمر كنقادهم كاملين وعاد نرجعوا نديروهم على شكل اصابع. الحجم اختياري، ممكن ديروا عدد الحبات قليله 50 او ديروهم صغيرين عاود، يعني هاد القدر هذا فكنظن هو هذاك تيجيو في القياس ديالهم، ما كبارش بزاف وما صغارش بزاف. كما كتلاحظوا بهاد الطريقه السهله كنشكلوا قضبان وكنديروهم في صفيحه اللي كتكون مفرشه بالورق ديال الطبخ او مدهونه بالقليل من الزيت. كنسخنوا الفران مزيان حتى كيسخن، كنقصوا عليه وكندخلوا من الفوق حتى كتشد راسها من التحت، يعني كنحسوا بها بدات كتبدل اللون ديالها، عاد كنهبطوها تذهب وتحمر شي شويه طبعا على نار مهيله. الا ذهبتوها غير بنار مجهده عرفوا بان الداخل ما كتكونش طايبه، نار مهيله تاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي محمر شيئا ما، صافي. وكنخرجوها من الفرن ومباشره كنبداو كنزينوها. بالنسبه للسيرو ديالنا ها هو برد، وبالنسبه للتزيين فانا غنستعمل جوج ديال الامور، يعني كاين هنايا عندي الكوفريت اي نوع بغيتو نطحنوه، وعندي هنا الكوك اللي هو محمر يعني في الفران، كنديروه في الفران ملي كتكون كطيب الحلوه، وكنبقاو كنحركوه كل مره حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا. بجوجهم كيجي الطعم ديالهم زوين، هو الكوك تيبقى اقتصادي، بالنسبه للكوفريت كيطيح شي شويه ما كيعطيش بزاف، يعني تما اربعه ديال القطع ديال الكوفريت ديال درهم عطاتني غير ديك الكميه هذيك. غادي نوضعهم وهما مازالين سخانين مباشره داك السيلو اللي هو برد، وكندير الكميه هنا والكميه الاخرى كنعاود ندخلها للفران اللي مازال سخون باش كيتشرب احسن، وكيجي يعني في العطه ديالو كيجي زوين بزاف، وكيجي هشيش ويعني مذاق ديالو زوين بزاف. كيتشرب داك السيرو واحد شويه مباشره كنوضعو في الكوك كما قلت لكم، اولا في الكوفريت على حساب اللي بغيتو نتوما. انا غنوضعهم بجوج باش تشوفوا الاشكال ديالهم بجوج كيفاش كيجيو. والكوك الناس اللي ما كيبغوش الكوك راه ملي كيتحمر كيتبدل الطيبه ديالو، ما كتبقاش كما كيكون خضر، تيولي المذاق ديالو احسن. ونحاولوا نقطرو داك السيرو مزيان عاد نوضعوه في الكوك اولا في الكوفريت اللي مطحون. غادي نستمر كنوضع واحد الكميه ثم نحاول نفندها فيهم بهذا الشكل هذا كيجي هكذا. غادي نستمر بنفس الكيفيه كي قلت لكم، ما تديروش يعني حتى تقطروه عاد وضعوه باش ما كيضيعناش داك السيرو، كيخلي هاد الكوفات كيبدا يتلصق مع بعضو وما كيبغيناش يلصق لنا مزيان في الحلوه. وبنفس الطريقه غادي ندير حتى اللي بالكوك، يعني راها طريقه جيت سهله والنتيجه زوينه بزاف، يعني جربتوه غادي يعجبكم بالفعل. كننتهي فكندوبو الشوكولات في القليل مع القليل من الزيت، شوكولات اسود للتزيين يعني كاضافه، وكنوضعوا القطع ديال الحلوه فقط من الجوانب بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نقطروا داك الزايد ثم نقلبوا للجهه الاخرى بنفس الكيفيه، نوضعوه فوق بلاستيكه او لا فوق بابي كويسون او لا حتى كينشف. نفس الطريقه غادي ندير الكميه كامله حتى كنتهي. ملي كنتهي من الكميه كامله كنوضعها في الثلاجه حتى داك الشوكولاط كيشد راسو، عاد كنزولوه من الورق او من البلاستيك. هذا الشكل النهائي، انا وضعته في القوالب ورقيه، ممكن تخليوه كما هو كيجي رائع جدا، يعني نصيحه جربوه لانه غادي يعجبكم. ونسيت انني نقول لكم من تهزوه وديروا توضعوه في السيرو
فغير بشويه لانه كيكون مازال سخون وشيش. شكرا جزيلا على المتابعه، ما تنساوش تدوا لايك للفيديو، تشاركوا مع الاصدقاء والعائله، وتدعموني بالتعليقات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. والى اللقاء، مع السلامه.